عليكم وصبحكم مساكم الله بالخير. اعطوني شوية بس واسولف وياكم. اعطوني شوي بس. يا هلا يا هلا يا هلا، من زمان عنكم يا جماعة، سامحوني والله كان عندي مشكلة بالقناة. الحين اسولف لكم شنو المشكلة، بس خلنا نمشي. المشكلة يا جماعة، قبل المشكلة لحظة، اول شيء والله مشتاق لكم وايد، والله العظيم وايد فاقد اني اصور وامنتج وانزل واشوف تعليقاتكم وارد عليكم و و و و الى اخره. فارجو منكم السماح، ان شاء الله اني راد لكم من جديد. حليت المشكله لان دزولي كود تاكيد وما رديت عليهم، فقفلوا الاكونت وما قاعد تنزل لي ارباح ولا دعايات ولا هم يحزنون. فقلت بما ان اليوم قعدت من النوم على الايميل اللي وصلني من جوجل ان المشكله انحلت، قلت لازم اطيب خاطركم. شلون اطيب خاطركم؟ بهذا. ادري وايد ناس تسال وين الموستنج، في ناس طبعا تقولي وين الشلبي، بس انا ما اسمي شلبي هذا لان ما في شلبي كذي. لا تقول لي طفت تكفى، انا شحنها 16. فردينا لكم من جديد يا شباب، عندي فيديوهات وايد جاهزة. ملوت الكامارو يوم جفت جيره وماكينته، وهذا ما ادري اذا منزل انا فيديوهاته ولا لا، بس امور الحمد لله طيبه، صينيته جديده، تصفيته جديده، اموره كلها تمام. حتى اللي كان عبالي مشكله مو مشكله هي، يعني عادي مو مأثره وايد، بس اللهم يبي له تعديل بالشكل، يعني بوليش ما بوليش. راح نحط لكم لقطات ل 360. هذه سوينا فيها ريفيو حق سيارة مشاري، في فيديوهات وايد جاية بالطريق منهم ريفيو سيارة مشاري. ونس نفسي بحكم ان المشكلة اللي كنت اواجهها انحلت، وهي كانت سبب قطعتي عن القناة، ومن زمان مو منزل فيديوهات، وفي وايد ناس دشوا علي بالانستغرام يسألوني وينك مختفي، امورك طيبة الى اخره.
يعني تحياتي حق الناس هذيل. وآخر فترة ظروف الحياة وايد صعبة، فعشان كذي هم كله صار مع بعض. مالكم بالطويلة الحين، شو تسوي انت؟ تسوي كذي شحنها 11، اتمنى تصمل. في سطاب محروق، عاد اقول لكم. فوالله قعدت من النوم ولا دازيلي ايميل، يا الحبيب ترى مشكلتك انحلت. كان ادق على مشاري، بحكم مشاري هو اللي كان مجابلهم بالايميلات. يعني كل ما اشوف مشاري مثلا كل فترة وفترة اقول له ها ترى دزولي كذي، ترى دزولي كذي، وهو اللي مجابلهم. انا الامانة مالي بالايميلات، يعني اعرف انجليزي بس مالي بالايميلات. الخطوات هذه التركيات دائما شي احاتي اي بالعيد. فكابتشرت له كان ادزله، قلت له كلولوش واخيرا من بعد عناء. فان شاء الله في فيديوهات جاهزه راح تنزل كل ويكند، تقريبا 4-5 فيديوهات. وشنو بعد عندنا؟ تجمع باكر، يعني ان شاء الله اني اقدر اعوض الفتره اللي راحت. وين عليكم فيديوهات الأليكس طبعا الدينامو ماله جيم ونقص الغايش. فباكر لازم 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 اروح اشوف لي دينامو مع غايش، لان باكر دشة السيارات حق التجمع. فاذا مداني مداني، ما مداني غيرها بغيرها. الحين شو تسوي؟ فيديو هذا والله بضربكم، بس ابى اونسكم وياي. لازم نشتري لها ستاند سبورت عشان ما تتحرك. شوف شلون صارت. المهم هذه ما فيها شحن.
عديت وانتو ضميركم معي. شعللوا لي الدنيا، شعللوا لي الدنيا. هالفيديو ابي طق عليه عشان يرد لي الحماس اني انزل باقي الفيديوهات ومنتجهم بضمير. فاقديني وفاقدين السيارة، فلازم شو تسوي؟ طيب خاطر الشعب. بس انا محاتي شحن الكاميرا اللي وراي. الصعدة هني ولا وينها؟ هني صح؟ صح. بغوا يدعمون، ليش؟ لان ما عندهم اخلاق مرورية. ماكو باتري از تو لو تو ستارت ريكوردينج. افا عكرها. من الوقفة الزايدة انا ما ادري اذا اللي على راسي قاعد تصور. ايوه، من الوقفة الزايدة تورك السيارة ميت شوي، يبي له تصفية يعني، مو دهن وفلتر وبلاكات، هذا انا اوريدي مسويه، بس اقصد يبي له تنظيف بخاخات، تنظيف حلج، اشد الشوته عدل، انظف الشوته. لانه مو هذه الكويت مالتنا. هذا والله عكرها، ليش ما يصور؟ تباركوا لي بالكومنتات وتذكرون الله وتشجعوني وتعطوني حماس وباور. صار لي فترة والله لا أمنتج ولا أصور ولا أطلع ولا شيء. هذا يغير نفسيتي. خاطر منها عشان انزل لكم الفيديو بدون لا امنتجه بدون ولا اي تقطيع، يعني بنزله على طول ان شاء الله. يا هالويكند او من الويكند الجاي ابلش انزل الفيديوهات اللي اوريدي جاهزه ونشوف عاد شنو يجينا بالطريق. زلم، هذا زلم في شيء طاح، ما ادري شنو، كسرنا السيارة. شنو هذا؟ يلا ما عليه، مال مشتاق له. مشتاق اصور، مشتاق اسوي شغب خفيف، بس اتمنى ما حد يزعل علينا. الشعب صايرين زعولين هاليومين. كابلة صينية وكالة بس مو مالت 2008،
مالت 2013. فيديوهات انا اعتقد والله اذا ما خاب ظني انا مصور، عندي وايد فيديوهات مصورهم، بس يحتاج ارتب وامنتج عدل واضبط الدنيا. اتذكر والله وانا يمكن مصوره ومنزله ما ادري. ابي اودعكم لان الستاند اللي على راسي وايد شاد، صدعني حق راسي، بس سامحوني على القطعة وان شاء الله راد لكم من اول جديد. وشنو بعد؟ نبي دعم، نبي دعم، نبي دعم، اي نبي دعم، نبي رد، رد شو اسمه، رد نتحرك. وختام الفيديو مشاغي الحاج، اقسم بالله انها الريال شنب، اح والله انه شنب. يعني لو هو ما سا يعني عاوني على موضوع الايميل، واذكر قعدت عنده قبل يمكن اسبوعين ثلاثه، فصلنا على الدعم الفني مال جوجل، يعني حاولنا نتوصل حل حق حل، لان ما كان ودي اني امسح ايميلي واسوي ايميل جديد وادش بسينو جيم انا مالي فيه وتعال رد سوي الاهداف مره ثانيه و4000 ساعه وما ادري شنو، ما كان لي خلق السكه هذه. فالحمد لله ان اليوم وصلنا مسج الفرج. فمشاغي الحاج شكرا، اللي دشوا علي دايركت انستغرام يسالون عني ويطمنون شكرا، اللي دائما يدشون يدعوا لي ويهونون علي بحكم في كم نفر عندي يعني معطيهم ملخص اللي صاير معاي